السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج حواء عبر قناة المرابطون، والذي يأتيكم بالتعاون مع جمعية الفتاة للتوعية والتربية. نصحبكم طبعا بإذن الله ضمن فقراتنا الأربع: فقه حواء، صحتك، وخواطر مؤمنة، وجمال. مرحبا بكم من جديد. البداية مع فقرة فقه حواء. موضوع الفقرة اليوم هو أحكام العدد والمرأة المعتدة. أهلا بضيفتنا الدائمة بإذن الله الأستاذة مريم منتنها لتناول هذا الموضوع والرد على أسئلتكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ بأنواع العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على نبيه الكريم. عد مأخوذة من العدد، وهي عدد الأيام التي تمكثها المرأة المعتد، وهي واجبة بالكتاب والسنة، معلوم لدى الجميع. والكتاب: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي الآية الأخرى: اليائسات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وفي الآية الأخرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الآية عدة المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كانت قبل هذه الآية سنة، وبقي لفظ الآية موجود في القرآن، لكن الحكم منسوخ، وهي الحكم منسوخ، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ومن السنة الفعلية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، إلى غير ذلك من السنة المعروفة. يعني إذا أهم الفروق وهي حق للرجل، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهي تنقسم إلى عدة طلاق، وعدة وفاة، وملحقة بهذه العدد عدة المفقود زوجها التي فقد زوجها. وعدة الطلاق وهي المرأة المطلقة تتنوع بتنوع المرأة المطلقة. إذا كانت المرأة المطلقة من في سن الحيض وهي من ذوات الأقرع، وقد دخل بها الزوج، لأن الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فلا عدة لها. فعدة المطلقة التي في زمن الأقرع، وهي تجد الأقرع اللي هو تجد الحيضة، فعدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار. متى تبدأ بالضبط عدة المطلقة، وكيف تبدأ بحسابها؟ إذا طلقت في طهر لم يمسها فيه الزوج، وهذا هو الطلاق السني، تبدأ تحسب الطهر. وفي مذهبنا أن العدة بالأطهار، وفي بعض المذاهب الحيضات، ولا فرق كبير بين العدتين. فرق لغوي استنبطوه من اللغة، أن الله تبارك وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء يقال للطهر ويقال للحيضات في اللغة العربية. فقال: الذين يقولون بأن العدة بالأطهار،
قالوا الله تبارك وتعالى قال ثلاثة قروء، ولو كانت لأن الأقراء القروء تجمع على أقراء وجمعها مذكر، والحيض يجمع على حيضات وجمعها مؤنث. لما ألحقت به التاء فهذا جمع مذكر، والمذكر الأطهار طبعا، فاعتبروا الطهر هو الذي تعتد به المرأة، والبعض اعتبر الحيضات. المهم إذن أن هذه أن المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة قروء. بالنسبة للمطلقة صغيرة السن أو دون العشر، واصل بالمخل تعتد بالأقراء، وهي معناها تعتد بالحيضات. وإذا كانت المطلقة صغيرة لم تجد الحيض بعد فتعتد بثلاثة أشهر، وهذا نص القرآن العظيم، وعدتهن ثلاثة أشهر وبالنسبة لا لم يحضن. بالنسبة للكبيرة من اليأس التي تجاوزت يائسة لكبر تعتد بثلاثة أشهر أيضا قمرية. قمرية، طبعا قمرية، ثلاثة أشهر قمرية، وهذه بنص القرآن العظيم، ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن خفتم فعدتهن ثلاثة أشهر، لا يئسن من المحيض من نسائكم إن خفتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. لاي هي قراءتنا، قراءة ورش. طيب بالنسبة لحكم من توفي زوجها وهي امرأة رجعية أثناء عدة الطلاق، التداخل التي توفي إذا طلقت المرأة ثم توفي زوجها ولم تنتهي عدتها، فتتحول عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وهذا تداخل العدد، اللي هو لأن طلاق العدة طلاق الوفاة أشمل من العدد، لأنه تعتد به التي لم يدخل غير المدخول بها، التي لم يدخل بها زوجها إذا توفي فعليها العدة، وتعتد به الكبيرة والصغيرة وذوات هو عدد 4 أشهر وعشرة، عدة التي توفي زوجها سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو لم يدخل بها إلا إذا كانت حاملة، حتى لو كان مضى معظم وقت ولو عدة بقي طلاق. منه يوم واحد، جزء من يوم تتحول إلى عدة وفاة. الذي يستثنى من هذا الحامل، إذا توفي عنها زوجها فوضعت حملها، تنتهي عدتها بوضع حملها. بالنسبة لحكم امرأة المفقود عدة المرأة، عدة المفقود إذا يبلغ تبلغ القاضي أو الجهة المعينة، جهة مسؤولة عامة كالساعي، وهو الذي يأتي بالزكاة في الزمن الماضي، ومعناها في هذا الزمن تبلغ الجهات جميع الولايات، تتصل على جميع الأماكن التي يبحث عنه فيها، فإذا لم يجدوا عنه خبرا مكثت 4 سنوات، 4 سنوات، ثم بعد ذلك يحكم لها القاضي بالطلاق، تعتد عدة الوفاة بعد 4 سنوات، يؤخر 4 سنوات بانتظاره. لكن عدة المطلقة هذه التي في زمني، نرجع قليلا إليها، وهي في زمني الحيض، لكن إذا كانت ترضع وتأخر عنها الحيض فتنتظر الحيض مهما طال الزمن إلى أن تنتهي سنتا الرضاع، وبعدها تمكث إذا أتاها الحيض فبها ونعمة تعتد به، وإن لم يأتها تمكث طيب بالنسبة تسعة أشهر لأنها مرتابة، وتسعة أشهر بحثا خوفا من أن تكون متلبسة بحمل.
ثم يحكم لها بنهاية العدة. وكذلك إذا كانت المرأة مرتابة من تشك في حمل، تشك لم يأتيها الحيض وهي تشك في حركة وكذا، لكن كشوف طيب الطبية بالنسبة لي ننتقل إلى تبقى عدة، 3 أشهر ثم أو 9 أشهر عدة مدة مدة الحمل عادة، ثم تكمل السنة ب3 أشهر وهي عدة اليائسة. ثم إذا كانت في سن الحيض وانصرف حيضها لا لسبب معروف لا لرضاع ولا لمرض. جيد. إذا بالنسبة لعدة المستحاضة، بالنسبة لعدة المستحاضة إذا كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فتعتد بالأقرع عادة، والتمييز يكون بآلام أو بثخن الدم. طيب ننبه فقط المشاهدين الكرام إلى أننا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. إذا كانت تميز والتمييز يكون بآلام طارئة أثناء دم الاستحاضة رقيق، إذا جاء دم تميز أن الذي أقبله هو دم الحيض بألم أو بثخونة أو برائحة أو بسواد تغير عن حاله لا بالكثرة ولا بالقلة فتعتد بالأقرع، وإذا كانت لا تميز تعتد بتسعة أشهر وتكملها ب3 أشهر اليائسة ثم تنتهي عدتها. إذا معنا كانت في متصل. سن الحيض، هذا إذا كانت في سن الحيض، إذا لم تكن في طيب سن معنا الحيض لا متصلة يائسة. معنا ماريا من نواكشوط. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، تفضلي ماريا. طرق من الفقية. طيب أعطوك الرقم إن شاء الله رقم لأخوة في فقير. غرفة التحكم. خلاص. إذا ننتقل إلى حكم خروج المطلقة من منزل الزوج. المطلقة المطلوب منها لا تبيت إلا في مكان الزوج اللي طلقها فيها، في طيلة النهار تخرج تعدل تبحث عن همومها، إذا بعد تخرج وتفعل كل شيء، تخرج لمهامها، لكن لا تبيت إلا في مكان الزوج. ولا حرج عليها، المطلقة ليست في ضيق من ثيابها ولا من زينتها. الزينة المسموح بها، لا، زينة زوج المطلق هذا اللي هي في عدته تتزين له، وإبداء الزينة للآخرين هذا مبحث آخر. طيب حكم سفرها يعني للضرورة أو خروجها للاعتكاف. نستقبل اتصال بالأول معنا عبد الرحمن من نواكشوط. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الرحمن. أيوة، حكم هذا النساء اللي ارفع شوي الصوت عبد الرحمن. نختار ما يجبر حكم هذا النساء اللي دائما تحتاج مزارات إذا انقطع دائما إذا مران حالين أحداثة فترة عدد ثمود يصير يعني مش من حالة صومه إذا كانت في حالة أكل وقت انقطعها تدري والله عنده حكم آخر. طيب سؤال واضح. طيب معنا محمد من وكشو. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. الحمد لله بخير، مرحبا. راني شاهدكم على البرنامج ومحنا أول امرأة فينا الحمد لله تكون فقيها، هذا زين. الله يبارك فيكم، تفضلوا. وجاي لنا قضية في تداخل العدة بين قضية ملازم الدين. ايوه، ملازم اللي مفقود، اللي مفقود. ايوه مفقود، هيش 4 سنوات ولانه ما فهمت نختار ترجع لي قضيك 9 أشهر ظن رواية هيش ما انا ما 9 سنوات ثم ماذا؟ 9 أشهر قال فلان عدة المفقود عنها زوجها. ايوه، لانه 4 سنوات.
وعلى انهم مولي لاية كلات. طيب اختصر اطرح سؤالك. ها؟ السؤال بالضبط. ما فهمتي؟ لا بس اود ان تطرح السؤال بشكل مختصر وواضح لان الصوت ما واضح من عندكم. محمد انا قلت على انها ترجع لي شوي. جيب انا سمعت خلاص خلاص اوكي. طيب طيب سمعت. طيب شكرا محمد. معنا فاطمة من نقشوط، تفضل لي فاطمة. السلام عليكم. معنا فاطمة من نقشوط. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة سمعيرنا من الهاتف وخفضوا صوت التلفزيون. فاطمة ما كنت متواصلة معاك بهذه الطريقة. قلت ليه؟ تفضلي تفضلي بسرعة. الو سنتورك غير هذا خفض صوت التلفزيون كانوا يقدرون يسمعوك ونحن راجع النص. تفضلي تفضلي. خلاص فقدنا الاتصال بفاطمة. طيب بالنسبة لهذه الأسئلة اللي عندنا سؤال الأخ محمد. الأول سؤال الأول هو في خارج موضوع الحلقة عن واحدة دورتها غير منتظمة تأتي كذا مرة في الشهر حكم صيامها. غير منتظمة تأتيها مرة في الشهر؟ لا أكثر من مرة في الشهر بشكل متقطع على ما أعتقد. هي هذه ملفقة، هذه تلفق عادتها ثم تلفق عادتها من أيام التقطع، تلفق أيام الدم وتصوم الأيام التي انقطع بها الدم، فإذا وصلت عادتها زادت عليها تلفيق 3 أيام ثم صامت بالجميع سواء كان طهرا أو حيضا. بالنسبة للمرأة المفقودة التي ذكر المتصل قبل قليل. المفقود إذا بلغت عنه لا يقولوا يعني كلام حسان. المفقود إلى أن تبلغ زوجته الجهات المعنية، تجي للقاضي، تجي للولاية، تجي للحاكم، وتجي لأماكن الاتصالات وتقول عنه لو كذا هو مفقود. من الساعة اللي تبلغ القاضي لاهي ينضربوا له 4 سنوات عله أن يأتي غير فات علم عنه مضروبين له هذو 4 سنوات إلين يتم يسول عنه ينطرحوا له البلاغات ويتلفن عليه ولاش هذوك مدة 4 سنوات الوقت اللي هو وزير القاضي يحكم لها بعدة الميت. نعم وينحكم تفوت عدة الميت. طيب الوقت إلى عاد زمن الحيض معناها بعد عدة الميت 4 أشهر و10 أيام هكذا وهذا هو عدة. إذن مشاهدينا الكرام نصل سياني لعات يائسة والله في زمن والله تجد الحيض. إذن نصل إلى ختام فقرة فقه حواء. شكرا لك يا أستاذة مريم تنها. وبعد الفاصل ننتقل إلى فقرة صحتك موضوعها قرحة المعدة وحرقة المعدة الحموضة. ابقوا معنا.
إذا عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، نبدأ بفقرة صحتك. موضوعها اليوم حرقة المعدة الحموضة وأيضا قرحة المعدة. أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة نسيبة بنت عبد القادر. إذا نبدأ بأسباب الإصابة بقرحة المعدة، وأولا التعريف بمفهوم حرقة المعدة الحموضة. حرقة المعدة قبل حرقة، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. الحموضة هي علميا اسمها الارتداد المعوي المريئي. أيوة. ومفهومها عنه فمات المواد اللي في المعدة ترجع إلى المريء، والمعدة فيها وسط، الوسط في المعدة وسط حمضي، المستوى المريء الوسط قاعدي. المريء طبعا هو القناة اللي تربط بين الفم والمعدة، الوسط فيها وسط قاعدي، أما في المعدة في الوسط حمضي. عندما يحدث ارتفاع للمواد للحمض اللي في المعدة يخرج عن طريق فتحة هي بشكل صمام بين المعدة والمريء، دوره سلال عنه يفتح وقت الغذاء لا يمشي لا يدخل المعدة، يفتح ياك يخلي الغذاء يدخل المعدة، ولين فوت يدخل ينقفر ياك يمنع عن الأحماض اللي في المعدة تطلع شور المريء، لين يصعد همتي رخو ولا أي شيء في ذيك ذاك الصمام، ذاك هو اللي يسبب عن المواد اللي في المعدة تطلع شور المريء وتسبب ذيك الحرقة وذيك الآلام كاملة. طيب أسباب ارتخاء هذا الصمام وأيضا أسباب الإصابة بحرقة المعدة. أسباب فما أسباب ياسر هذا الارتخاء ذيك العضلة، فما أسباب وراثية، فما عوامل الصحة هي اللي تساعد عليها، مثلا ارتفاع حد كثرة من الدسمة يعود للمعدة فيها ياسر من الدسمة، استعمال بعض المواد اللي تزيد في الأحماض في المعدة كيف الأسبرين وكيف بعض المواد، الطعام مثلا الناس اللي لا توكل وتجي تاكي حد مثلا كاريات ويعطي على الاقل ساعتين وراء الطعام ياك ما يرتفع له ما تعود الطعام ترتفع. هي الاعراض تختلف حسب من الرضيع للاطفال للناس الكبار، مثلا اللي يعود عندنا رضيع الاعراض اساسا اللي تعود القلاص اللي يقولوا التريك اللي دائما يقلصوا، يعود طفيل بكاي، يعود همت ياها التهاب في الجيوب الانفيه، ويعود همت ياها القذاف دائما، والطفيل يعود بحالته ما هم تمونك تفطن مو عنه لا ما هو. بالنسبه للاطفال فما تياها القيء مولي، فما تياها المحور عاد مرحله قد يحسوا يقول كان حاس بشي يحرق ورا في كاشوشي، يحسوا بالمحور، يحسوا بقله نوم، والله يقذف دم، والله يقعد على شي كحل كيف يعود براسه كحل عليه من الدم. الاعراض عند الناس الكبار ما يتبعدها مع الاطفال زياده، عنده يعود يشعر بالالم، يشخص يقول لك انا اشعر بالم في الصدر، يشعر بالمحور، يشعر بقلق، يشعر بتمشعير يقول البيضاء. بالنسبه لكثره التجشؤ بعد تناول الطعام هل بعد مؤشر ايضا للاصابه لو كان لوحده؟ طبعا هي اي عرض وحده والاساس يعني حد يحس بعرض يسوى الم يسوى هكية العاديه يسوى اي شيء البيضاء يعتبره انه عادي، غير لابد حد من يجي الطبيب اللي ينفت يشخصه يقد العامل وحده، والله يعد عوامل اخرى يعد المريض من نفسه ما كان باطن لها، يسول عنها الطبيب ويعود يفطن لها ويشخص فيه المرض. متى يقدر الشخص انه اكثر عرضه للاصابه بحرقه المعده مثلا؟ يعود عنده الاعراض كامله، يعود يشعر بالمحور، يعود يتقرع، يعني تعود في لا اقصد لو يعني مثلا ان كان له علاقه بفصيله الدم او فم بعض الدراسات تقول عنه اكثر عند فصيله الدم او غير ما هو سبب، وما تياها اسباب فم عوامل مثلا الناس فهم العوامل المصاحبه مثلا الحرق المحور اكثر هو اللي يعود عند الناس التكميه عند الناس. طيب اللي ما يتبع حميه غذائيه متوازنه. طيب فقط انبه المشاهدين الكرام ان نستقبل اتصالاتكم عبر الارقام الظاهره على الشاشه للتواصل مع برنامج حواء وفقره صحتك. طيب بالنسبه للضغوط النفسيه ايضا هل لها تاثير او من العوامل؟ من العوامل اللي تزيد نسبة عنها تحدث عند الأشخاص، فم الضغوط النفسية، فم الناس اللي ترفد أثقال، وفم الناس الضغط اللي يعود الضغط اللي ناجم على المعدة مثلا الناس السمينة سمنة عامل، الناس اللي تلبس لباس ضيق، الناس اللي ترفد شيء ثقيل، والحمل مثلا فترة الحمل وما يعود فماتها الضغط، هي كامل كأنها عوامل مصاحبة. طيب ما هي مخاطر عدم التوجه بسرعة للفحص وبدء العلاج منها وعدم اتباع أيضا حمية؟
والعلاج من قرح حرقة المعدة. هو في المخلفات اساسا على شكلين، فمن المخلفات اللي هو الجدار المريء، ذيك الحموضه اللي تم اللي تطلع على جدار المريء اللي تسبب عن يعود في ماتياها عن يتاكل، لكن التاكل قد يسبب نزيف، لكن النزيف قد يسبب فقر دم لين يتم مستمر. لكن صار التاكل ذيك المنطقه التحتانيه من المريء يقد يسبب مولي. طيب نستقبل اتصال من فاطمه من نواكشوط. السلام عليكم. السلام عليكم فاطمه. وعليكم السلام. اهلا بك. بخير الحمد لله، تفضل. بخير ما شاء الله، تفضل. يا الدكتوره معلم خاصه ما جبنا وهذا. لا الدكتوره عامه. عندي سؤال. تفضل. قضيت على قاش مثلا لا يفقع يطلع له محور يقلص. ايوه يقلص روايه حامضة. ذيك روايه اختي نعرفها تقول شنو هاي واحده. ايوه اخرى مولي لاني لهنا لهنا صحة لسن لين صحة ونقد لين صحة لازم نمضي 15 دقيقة مجرد نصحر ونسكي نحس ان اللي شربت ليرجع لما نطيخ 15 دقيقة قاعدة معه يخلق لي حكومة اللي أنا قاعدة بيني شفت الناس اللي أصحر وتفض راسها معه. خلاص نتمنى لك الشفاء إن شاء الله وتستمعي للإجابة. معنا الناجحة من روسو. السلام عليكم. السلام عليكم ناجحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. كيف حالكم يا عبدالباس؟ الحمد لله بخير، تفضلي. دار نسوى الدكتورة كان الحموضة من أعراضها الحمى. طيب. حمى وجيع الراس وجيع الكرعين. كان يخلق من الحموضة. جيد إن شاء الله تستمع للإجابة. معنا عبد الله من نواكشوط. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، تفضل. ممكن تسول الطبيب عن الهجية اللي تقبل الشاشة هناك. زين إن شاء الله، شكرا. طيب دكتور، إذا السؤال المتصل الأولى عن شوي الفكرة اللي كنت نقول بخصوص مخلفات. طيب نختصر، هي بكل اختصار هي مخاطر عدم عدم العلاج والفحص. قلنا في الاولى اللي هي النزيف المتكرر اللي يسبب فقر الدم، والاخرى عن فمة احتمال سرطان المريء. هي اللي البورسيون ولا القائل اخر منطقه من المريء اللي يتم يطلع عليها الحمض من المعده، اللي تستبدل خلاياها وتعودها ماتها خلايا عاد كيف خلايا المعده. وعندها ما تيرسك احتمال عن يخلق سرطان المريء، هو الخطير نادر غير خطير اللي يخلق. زين ننتقل للسؤال المشاهد المتصل الاولى اللي قالت عنها عند الافطار عندها. خلاص نستقبل اول شيء اتصال من خجته من روسو، تفضلي خجته. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضلي خجته. انا عندي مشكله عن النوكل شوي، يجي شبعانه في روحي لا لين نوكل يجي شبعانه. زين ويوجعني دائما بين بالزازي دائما يوجعني والكتاب والكرعين. جيد جيد، اتمنى لك الشفاء وتستمع ان شاء الله للدكتوره. تفضلي معنا فاطمه من العيون. السلام عليكم. من العيون. من العيون. نعم من العيون، تفضلي. عليكم السلام. عندي سؤال شوي لين اطرحه لطبيبه. والله تفضل. لين اطرحه لطبيبه. طيب بشكل سريع. انا قطعت فتره، عارف؟ معك رفع شوي صوتك وطرحي السؤال بسرعه، تفضل. قلت لين. ما انك سامعتني. كنت من الاوراق الدم القلاس. بزاف الدم، جبالي محور معانا. ايوه. ونقلف الدم هناك اوراق النكوس. ورايا وفوق مني لا تقلف الحمد لله، ما في كان غالي محور. ايوه. طيب السؤال. انت رايك شنو هو كانوا الحمد لله برا والله كانوا عنده مخلفات اخرى. ما كنت تتعاجي سابق يختفى هذا القلب؟
خلاص نبدأ بالإجابة على المتصلة الأولى، قالت أنها عند الإفطار وتحس تقلق، قالت أنها وعندهم اللي هذيك الأعراض كاملة اللي ذكرت من أعراض الحمم اللي كانها من الأعراض الثانية، ذيك الأولى عندها المحور ولين ما تقدر تتكي، لين تتكي ورا السحور هذا تحس عنها لا تقلق، لكن كامل هو أعراض الحموضة، هو أعراض الارتجاع المعدة المريئي، يا تتوجه شو الطبيب يقعد يخرصها خارج أدوية تنعطى له إن شاء الله هو يشوف. طيب بالنسبة لي سألت كان الحمى كانها من أعراض لا الحمى، هو منين تعود فم الحمى معناها فما في التهاب في بليدة يسومني، هو الارتجاع بحد ذاته ما التهاب، غير من أعراض من مخلفاته يعني قد عود فما التهاب في المريء لعاد فما تقدر تجبر هذيك الساعة. بالنسبة لي عندها شعور سريع بالشبع، نفس هذه مولي من علامات المحور، يعطيها تتوجه شرطة طبيب تقعد يعطيها بالنسبة لهذا اللي قالت لنا عندها محور مانع وقيء وعقب اعراض كاملين عندهم قالهم لا قالت اختفت الاعراض قالت لنا قبضوا العلاج مناسب. طيب بالنسبة للإصابة بحد ذاتها بحرقة المعدة كانها مؤشر أيضا للإصابة بأمراض أخرى؟ حرقة المعدة هو المخلفات اللي قلنا اساسا فقر الدم والاحتمال عن يخلق سرطان واحتمال نادري غير خطير الى خلق، وفما كان فما امراض اخرى تعود مثلا عندها نفس العوام نفس تشترك في بعض الاعراض، بعض الاعراض طبعا اعراض الاعراض المحور كامله موجوده في اعراض اخرى، مثلا اعراض الكحه مثلا تقدر تعود ناتجه عن المحور، تقدر تعود ناتجه عن امراض اخرى في الجهاز التنفسي ولا حتى في امراض القلب والشرايين. بالنسبه للقذائف مولي مشترك بينها هي في اعراض اخرى في كيس الامراض الالتهابيه، اي حمى يجبرها حد لا يجبر معها القذائف، هي نفس الاعراض مشتركه، هي غير لا هي في القد فاصل بين ذا جيل طبيبي شخصها يعود يعرف طيب الاعراض يجمع هي يعود يعرف الاستنتاج. طيب ساوي ناخذ ندور نصائح اللي تقدموها للمصاب بحرقه المعده، وايضا بالنسبه له كان لو كان يستخدم ادويه اخرى مثلا اقراص الحديد وخصوصا لو كانت مراه حامل كيف تستخدمه في نفس الفتره؟ اساسا العلاج على اساس العلاج على مراحل، من المرحله الاولى مرحله اتباع حميه غذائيه متوازنه، مثلا حد يعرف عن في الحموضه ما يعطي يكثر من الدسمه، ما يعطي يكثر من ما يعطي يوكل ويجي تاكي، يعني يوكل يعطي ساعتين على الاقل، ورا السحور السحور يعدل يعني يسحر مثلا ما يسحر ويجي يلاقي حان يصلي يلاقي حان الاشراق ما يخسرش. الاساس انه يحافظ عن نظام الغذائي تم ما فيه بعد عن الحموضيات، كي الليمون كيف البرتقال ذوك المواد الحمضيه كامله تزيد من نسبه الحمض في المعده، وحد يعطيه يتجنبها، يكثر من شراب اللبن بالنسبه للعلاجات الطبيعيه التقليديه خصوصا اللي يعود حاس بها، يشرب اللبن يشرب هذه كامل قاعدي يعود ينزل من مستوى الحمض في المعده ياك يعود ما يطلع شر. شكرا لك دكتوره نسيبه، بهذا نختم فقره صحتك وننتقل باذن الله الى فقره جمال، نقدم فيها اليوم الخطوات الاساسيه للعناية الصحية واليومية للبشرة، نتابعها معا. تماما كالطعام الملبس والمأوى للجسم، فإن روتين العناية اليومية الجيدة هو ضرورة للبشرة، على عكس الجسم فيتعرض الوجه للكثير من الأتربة والشوائب خلال اليوم حتى لو كنت داخل المنزل. اتباع خطوات العناية بالبشرة أمر أساسي للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، تعرفي على الخطوات الأساسية للعناية ببشرتك لنضارتها وصحتها. أولا حددي نوع بشرتك، يختلف نوع البشرة من شخص لآخر، لذلك فإن استخدام المنتجات الغير المناسبة قد يؤدي لتلف البشرة، فلا بد من تحديد نوع البشرة ما إذا كانت دهنية جافة مختلطة أو معرضة لحب الشباب، فيساعد ذلك على اختيار المنتجات المناسبة للعناية بالبشرة وتلبية احتياجاتها. ثانيا تنظيف البشرة، احرصي على تنظيف اليدين وبشرة الوجه جيدا بالماء الدافئ كي يعمل ذلك على تفتيح المسام، اختاري نوع منظف لطيف ومناسب لنوع بشرتك وقومي بتنظيف بشرتك في حركات دائرية لمدة 50 ثانية. بعض المنظفات تحتاج لتركها لمدة دقيقة أو دقيقتين على البشرة للحصول على أفضل النتائج، ثم تشطف بعد ذلك بالماء البارد. ثالثا استخدام التونر،
بعد تنظيف بشرتك جففيها جيدا باستخدام منشفة نظيفة، بعد ذلك استخدمي قطعة من القطن، اغمسيها في التونر واستخدميها لمسح بشرة الوجه جيدا، فيساعد على الحفاظ على توازن معامل حموضة البشرة بعد تنظيفها، لكن احرصي على تجنب منطقة العينين. رابعا الترطيب، بعد أن يجف التونر تماما على سطح البشرة، ضعي كمية صغيرة من المرطب على بشرتك ووزعيه في حركات دائرية على البشرة. اختاري كريم مرطب لطيف ومناسب لبشرتك. خامسا تقشير البشرة، تقشير البشرة عملية أساسية لتنظيف مسام البشرة بعمق، ولا بد من تطبيقها مرتين خلال الأسبوع. بعد تنظيف البشرة بالطريقة المعتادة، استخدم المقشر على البشرة مع التركيز على المنطقة المحيطة بالأنف، الجبهة والذقن جيدا. التقشير المنتظم للبشرة قد يؤدي لظهور المسام الواسعة وهو أمر غير مطلوب. سادسا الخلطات الطبيعية، بعد تنظيف البشرة أو تقشيرها، استخدم الخلطات الطبيعية لنقاء البشرة ونضارتها. هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل. اتركيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء البارد بعد ذلك. سابعا عدم ملامسة البشرة، بغض النظر عن الشعور بالحكة، عليك مقاومة الرغبة في استخدام المناشف الجافة أو الغير نظيفة لمسح بشرتك، فقد يؤدي ذلك لتراكم البكتيريا على سطح البشرة، كما أنه هناك العديد من الحركات اللا إرادية التي تجعلك تلمسين بشرتك، حاولي قدر الإمكان تجنب ذلك. ثامنا عدم الضغط على البثور، البثور هي أمر مزعج جدا وقد ترغبين في الضغط عليها للتخلص منها أثناء تنظيف البشرة وعند الشعور بالحكة، لكن قد يؤدي ذلك إلى ظهور البقع الداكنة وأثار الندبات على البشرة والتي هي صعبة الإزالة بعد ذلك، لذلك احرصي على عدم ملامسة البثور سواء باليدين أو بالمناديل الورقية أو المنشفة. تاسعا ترطيب الجسم، ترطيب الجسم داخليا من خلال شرب كميات وفيرة من الماء طوال اليوم يساعد على الحصول على بشرة صحية نضرة ومرطبة، فصحة بشرتك تبدأ من الصحة الداخلية للجسم، بعد ذلك قومي بغسيل بشرتك بالماء العادي من 4 إلى 5 مرات خلال اليوم، مع الربط عليها باستخدام منشفة نظيفة لمنع تراكم الأتربة على سطح البشرة. عاشرا وأخيرا استخدام المنتجات المناسبة، من الضروري معرفة المنتج الذي يتناسب مع نوع بشرتك كي تحصلي على النتائج المطلوبة، فعند تجربة أي من المنتجات العناية بالبشرة وعدم الحصول على نتائج فعالة في خلال فترة، إذن فهذا المنتج غير مناسب لاحتياجات بشرتك وعليك باستبداله. الحصول على بشرة صحية ونضرة أمر بسيط يمكن الوصول إليه من خلال اتباع بعض النصائح والخطوات الأساسية للعناية بالبشرة، فالبشرة هي جزء حساس من الجسم وتحتاج للعناية الفائقة، فتتراكم الجراثيم والبكتيريا بسهولة مما قد يؤدي للعديد من المشكلات، إلى جانب ذلك فمع استخدام المكياج يوميا قد تتعرض البشرة للعديد من المشكلات، لذلك تأكدي من تنظيف بشرتك يوميا بطريقة صحية للحفاظ على صحتها وحيويتها. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرتنا الأخيرة، فقرة خواطر مؤمنة، موضوعها اليوم هو الصيام، مع الداعية مقدمة الفقرة فضالة بنت عبد الرحمن، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله، مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم في خاطرة جديدة من خواطر مؤمنة. خاطرتنا اليوم عن الصوم. الصوم عبادة، والعبادة هي علة خلق الإنسان في هذا الكون الرحيم، وذلك لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذا الشهر الكريم الذي هو فرصة للعبادة وللكثير من العبادات، ومن ضمن هذه العبادات الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث: الصوم جنة. والعلة من الصوم في الآية التقوى، والتقوى فعلها الثلاثي وقى. فإذا نظرنا في الحديث وجدنا أن الصوم جنة، والجنة الوقاية، والتقوى من الوقاية. إذن إذا اجتمعت الجنة والوقاية كان الصوم وقاية للنفس من شرورها، وللجسد والمجتمع من أمراضهما، وللشخص من عذاب الله عز وجل. ولذلك
كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في إرشاداته للصائم، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. كما يقول أيضا في حديث آخر: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم. هذا كله إرشادات لنفس المؤمن الصائم، لأن نفس الصائم أقرب إلى روحانية الملائكة وتعبداتهم. هنا أيضا نستحضر أن هذه العبادة، أن هذا الشهر الكريم الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أنه فرصة عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى لأمة محمد. تحضر دائما أختي الكريمة ونحن في هذا اليوم من رمضان وفي سائر الأيام على أن عبادة الصوم عبادة عظيمة عند الله عز وجل، لذلك قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. لذلك جزاء الصوم ما يعر حد، لا حد ما يجد حد يحصره، لأن الله تبارك وتعالى لم يحدده، فهو لي وأنا أجزي به. وتصوري إذا كان المجزي هو الله تبارك وتعالى الكريم ويجزي عباده على هذه العبادة العظيمة اللي يحبها جل في علاه. نستحضر أيضا معاني أخرى، هي أن هذه العبادة يا الله تعود النفس فيها مطهرة ومنقات من ياسر من الشوائب الثانية، لأنه ما معنى الصوم أن نمسك عن الطعام والشراب وشهوات النفس ونخلو لها ونطلق لها العنان في الغضب وفي الغيبة، فهذا ليس صوم. أؤكد على الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذا الصوم العلة منه كما أسلفنا التقوى إنه ما تحصل تقوى النفس ولا تستقيم هذه النفس على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الوقوف عند حدوده جل في علاه، معنى فائدة الصوم ما حصلت. لذلك نعرف أنه أول شيء الله نقوم به هو إمساك هذا اللسان. نستحضر أيضا حديث النعمان: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. ومن المحارم غيبة الخلق وانتهاكهم بسبهم أو شتمهم، أي كلها أمور جاء الصوم ليطهر هذه النفس ويرقيها بمدارج السالكين إلى الله عز وجل. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وحنظلة: لو دمتم على ذلك لصافحتكم الملائكة في الطرقات. معناها على أننا نعرف على أن هذا رمضان فرصة عظيمة للتزود من الطاعات ولتربية النفس لكي نخرج من هذا الشهر وقد غفرت لنا ذنوبنا. نستحضر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثلاث من أدرك رمضان ولم يغفر له. وتحية طيبة. إذا تقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حلقة قادمة من برنامج حواء الذي يأتيكم بالتعاون مع جمعية الفتاة للتوعية والتربية. السلام عليكم ورحمة الله.